لم تعد للأسلاك الشائكة وظيفة هنا، فأثرياء المدينة الذين كانوا يحتمون بها فروا من البلاد بعد دخول طالبان العاصمة. الأحوال تبدلت، شوارع الأثرياء خلت من كل شيء إلا من عابري سبيل، كسروا الطبقية وتقاسموا حتى المياه. وأكشاك ما كانت لتوضع عند مداخل منازل فاخرة من قبل، وقوات من طالبان تمر بين الفينة والأخرى لتؤكد وجودها. عندما وصلت قوات الإمارة الإسلامية وصارت كابول تحت سيطرتهم، معظم الذين كانوا هنا تركوا أفغانستان خوفا من أن تحسبهم الإمارة أو تنتقم منهم. أما بيوت المسؤولين الحكوميين السابقين فقد آلت إلى طالبان، ومنها منزل وحيد عمر مستشار الرئيس السابق أشرف غني. هذا منزل وحيد عمر مستشار رئيس الدولة، وفي داخله غرفة محصنة ومصفحة ضد الرصاص أنفق عليها أموالا طائلة. وعندما وصل مجاهدو طالبان دخلوا إليه في هذه الغرفة المصفحة التي كانت تعقد فيها اجتماعات ضد طالبان. وبعض المنازل الفاخرة الأخرى تم تأجيرها قبل الفرار. وما أنا قلت صاحب هذا البيت فر من أفغانستان، يمكن أخذ معه فلوس كثير جدا ومع الفلوس فر. تقول طالبان إنها أعدت لائحة سوداء بأسماء المسؤولين الحكوميين السابقين الذين فروا من البلاد وهربوا أموالهم. حكومة طالبان دعت صراحة من غادروا البلاد إلى العودة، وتعهدت ولو ضمنيا بفتح باب الاستثمارات في البلاد، لكن عودة رؤوس الأموال وحامليها مرتبطة بالاستقرار، استقرار مرهون بشكل الحكومة والقبول الدولي بها. علي رباح، العربي، كابول.